السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله رايحين نحلوا تاسك 3 بيج 40 تمرين 3 صفحه 40 لتلاميذ السنه الثانيه متوسط، اللي كان خاص بكتابه فقره شامله تحتوي على الانترودكشن تاعك، تحكي على المعلومات الشخصيه تاعك، توصف روحك، تحكي على العائله تاعك، وتوصف الديلي اكتيفيتيز ولا الديلي روتينز، وتوصف المنزل تاعك باش تدخل في هذه المسابقه. Now I can write my profile to enter this competition. My name is، وفي الأخير تختموها ب I'm happy to take part in this competition. إذن هنا الفقرة تبعوها معايا وإن شاء الله تفيدكم وتستفادوا وتكون مفيدة للجميع. تبعوا معايا الحل. هنا بدينا بالإنترودكشن. My name is Ali. I am 12 years old. I am a pupil at محمد عيسى Middle School in 2 AM class. I am from Algeria. I was born in Algiers. I love my country very much. إذن هنا في الانترودكشن درنا التعريف، دير الاسم نتاعك، العمر نتاعك، وين تقرا، والناشيوناليتي نتاعك، إلى غير ذلك. أوكي. I am a slim and tall boy. I have black eyes and a small nose. Okay, and a small nose. I have short black hair. I have short black hair. I always like wearing my blue jeans and my black shoes. I am a shy boy and an active pupil at school. أنا نحيف وطويل، عندي عينين سوداوتين وأنف صغير. I have short black hair. شعري أسود وقصير. أحب دائما أن أرتدي سروالي الأزرق وحذائي الأسود. I am a shy boy and an active pupil at school. أنا نحشم ولا حشام ولا خجول ونشيط وتلميذ نشيط في المدرسة. I have a small family. عائلتي صغيرة. I have one brother. His name is Salim. And one sister, her name is Selma. خويا اسمه سليم وأختي اسمها سلمى. My father is a fireman and my mother is a teacher. أبي رجل إطفاء وأمي معلمة. I love my family. أحب عائلتي. I always get up at 7 in the morning. I wash my face and have my breakfast. فقط هنا أخطأت في الكلمة. My breakfast. Okay. My breakfast and get ready for school. I always get up at 7. دائما أستيقظ على 7 الصباح. In the morning I wash my face. نغسل وجهي. And have my breakfast and get ready for school. ونتناول فطوري الصباحي وأستعد للذهاب إلى المدرسة. I am in my weekdays. في أيام نهاية الأسبوع I go swimming in the pool with my friends. أذهب إلى السباحة مع في المسبح مع أصدقائي. I like playing piano. I can play it for hours. Okay, for hours. هنا hours. Okay. I like playing piano. أحب العزف على البيانو. I can play it for hours. أستطيع أن أعزف عليه لساعات. I like drawing too. أحب الرسم أيضا. drawing. Okay. إذن هذه الفقرة كانت على daily activities ولا routine. Okay. وهنا كانت description of my family. هنا description of myself. وهنا introduction about my informations. ننتقل للفقرة الأخيرة. هنا رايحين نوصفوا المنزل. Okay. Our house is small. We have 3 bedrooms and 1 kitchen. منزلنا صغير. عندنا 3 غرف نوم ومطبخ واحد. A guest room and 1 bathroom. غرفة للضيوف وحمام واحد. My bedroom is next to my sister's bedroom. غرفة نومي بجانب غرفة نوم أختي.
We have one balcony and a small window. We have one balcony. عندنا شرفة واحدة ونافذة صغيرة. And a small window. I really feel comfortable in my house. أحس بالراحة في منزلي. I really feel comfortable in my house. I am very happy to have a part. Okay, here to have a. To have a part in this competition, I wish luck for everyone. أنا سعيد لأنه كان عندي فرصة للمشاركة في هذه المسابقة. أتمنى حظ سعيد للجميع. Okay. So, كانت هذه هي الparagraph. Task 3, page 40 لتلاميذ السنة الثانية متوسط. الفقرة اللي تحتوي على جميع العناصر اللي سبق وقريتوها. Introduction, كيفاش توصفوا, كيفاش تعرفوا برواحكم, كيفاش توصفوا رواحكم, كي تتحدثوا على العائلة نتاعكم, وكي تتحدثوا على daily routines and activities, and to describe your houses using adjectives and words. Okay. And but I am very happy to have part in this competition. I wish luck for everyone. كانت هذه هي خاتمة هذا الفقرة. إذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. تكون فادتكم مستفدتوا. أترككم في رعاية الله وحفظه. نتلقوا في الفيديوهات القادمة الخاصة بمراجعة للاختبارات اللي رايحة تكون الأسبوع القادم. إذا بقوا على خير. نتمنى إن شاء الله تكون فادتكم هذا الفقرة.